طريقة خبز كتير مفيدة. في أمهات كتير بيشتكوا إن ولادهم ما بياكلوا بيض أو ما بيشربوا حليب. طريقة الخبز اللي هنعملها النهاردة هتغنيهم، حتى لو أكلوا الخبز حاف هيكون برضو مفيد ليهم. هنعمله بطريقتين، طريقة الخبز التوست وطريقة الساندويتش البن العادي، بحيث انه ممكن التوست نقطعه لهم ونحط عليه زبدة او قشطة. او بنشوف المقادير معانا: 3 كوبايات دقيق، بيضة، 3 معالق سكر، 4 معالق حليب بودرة اللي هو حليب النيدو او اي نوع بس حليب بودرة، معلقة كبيرة خميرة فورية، 50 جرام زبدة، ولو ما عندناش بالجرامز اللي هي معلقتين كبار، كوباية مية دافية ورشة ملح. دي المقادير معانا. اول خطوة انا بحب اعملها اني بحط المية الدافية من نفس المعيار اللي احنا الكوباية اللي عندنا، وشوية صغيرين سكر مع الخميرة عشان اختبر انه الخميرة ما تكونش بايظة او كده، فلاقيها اول ما بتعمل بابل خلاص ببدأ احطها في قلب العجين ونبدأ الخطوات بتاعتنا. في ناس بتحط الخميرة مع المكونات، بس انا بحب اعمل الخطوة دي عشان اتأكد تماما ان اوقات بتبقى مع الرطوبة او مع التخزين بتكون الخميرة مش شغالة، فعشان ما نبوظ شغلنا على حاجة بسيطة. فبنقلبها كده في المية الدافية نفس المعيار وبالسكر برضو اللي عندنا، وبنشوف اول ما بتبدأ تشتغل بنبدأ نستخدمها. خطوة كمان بتساعدنا في عملية التخمير تكون بسرعة وحتى عملية العجن، بنحط المية وندوب السكر نفس الكميات، احنا الكميات ثابتة ما بنحطش حاجة زيادة، بندوب السكر بحيث انه يسرع انه يختلط مع المكونات، غير لما نحطه طبعا جاف بيبقى شوية بياخد وقت عقبال ما يدوب وسط العجين. فكده برضو احنا من الحاجات التريكس، الحاجات اللي بنتعلمها النهاردة، انه بنسرع عملية اختلاط المكونات مع بعض. اول حاجة بنحط المية مع السكر اللي احنا دوبناهم لو في اي بواقي، وبعدين البيضة معنا، مكونات السائلة معنا صح، وندوبهم شوية مع بعض. دلوقتي لما تخلط مع بعض بنبدأ نضيف الدقيق كامل مع بعض والحليب البودرة والخميرة اللي احنا جهزناها بالشكل ده. طبعا اتأكدنا انها يعني شوف الفوم، طبعا كل ده بيسرع عملية التخمير وبيسهل علينا الخطوات. نبدأ نخلطهم مع بعض. طبعا لما بنلاقي كل المقادير اختلطت بالشكل ده، العجينة شوفوا سوفت بالطريقة دي، نبدأ نضيف الزبدة. الزبدة طبعا عندنا بدرجة حرارة الغرفة لينة يعني بالشكل ده، نبدأ نخلطها مع المكونات ونشوف مع بعض. طبعا يعني لما اختلطت الزبدة بقت بالشكل ده، طبعا احنا نسينا نحط رشة الملح، مش مشكلة هنحط بس رشة ملح واحدة ونبدأ نخلطهم مع بعض. هي المفروض طبعا رشة الملح تتحط مع الدقيق بس احنا نسينا النهاردة. دلوقتي شوف العجينة طبعا بعد ما اختلطت تماما تبقى بالشكل ده. طبعا بنسيبها تخمر، يعني احنا بنلمها بالطريقة دي، الزبدة اللي من فوق كده بنحطها على الوش عشان ما تنشفش، ونغطيها بكلينج فيلم ونسيبها
تقريبا ساعة لربع ساعة لما نلاقيها تضاعف حجمها. بعد ما خمر معانا العجين بالشكل ده، بنبدأ ان احنا ناخده عشان نشكله بالشكل ده. احنا قلنا هنعمل العجينة دي شكلين، فهنقسمها بالشكل ده. دي هنعملها شكل، الجزء ده هنعمله اللي هو الخبز التوست. طبعا بنفرده كده، يعني ممكن بالرول او ممكن بايدينا، مفيش مشكلة خالص. بنفرده بالشكل ده، وبعدين نروح برمينه الطريقة دي كده على مقاس القالب، نحطه بالشكل ده ونفرده. بعد ما نفرده بالشكل ده هندهن الوش حليب، حليب عادي بس ما يكونش ساقع، علشان يدينا اللون الذهبي الجميل. ندهنه حليب بالشكل ده، ونسيبه يخمر مرة تانية، ونكون سخننا الفرن على 180 درجة علشان نحطه ويقعد جوه لغاية لما نشوف الوش بقى ذهبي. طبعا الجزء التاني ده هنعمله شكل تاني، هنشوف مع بعض. طبعا العجينة لينة جدا وطرية ممتازة. ده طبعا الشكل التاني اللي احنا هنعمله، برضو بنفرده سواء بايدينا او بالرول مفيش مشكلة خالص. وبعدين نروح لفينه بالشكل ده، نقفل الجناب ونعمله كده عشان يبقى شكله كله متناسق بالشكل ده. ونحطه، انا بحب احط على ورق زبدة، لو مفيش ورق زبدة ممكن ندهن الصينية، او لو نستخدم صينية اللي هي نون ستيكينج برضو بتبقى اوكي. ونفس الحكاية بعد ما نحطه بندهنه حليب، برضو نعمل الباقي نفس الطريقة كده، ونرله كده. طبعا ده عايزينه طويل، ممكن كمان نعمل المدور، هوريكم ازاي نعمل البن المدور بنفس الطريقة. بنفرده كده بايدينا، وبعدين نحاول ان احنا نلمه بالطريقة دي كده، ونعمله بالشكل ده بالشكل ده، بيبقى معنا برضو خبز البن كده. شفنا ثلاث اشكال من نفس العجينة، جدا مفيدة. حتى لو الولاد ياكلوها حاف من غير اي حاجة، طبعا اغلب الولاد بس يشموا ريحة الخبز بيحبوا ياكلوا الخبز حاف، برضو مفيد. فيها الحليب وفيها البيض وفيها الزبدة، يعني متكاملة. والأحلى طبعا لو حب يحط فيها أي حشوة، طبعا تبقى قيمة غذائية أكتر بالشكل ده. وبرضو بعد ما نخلص ندهنه بالحليب نفس الحكاية. هنا بندهنها برضو بالحليب عشان تدينا اللون الذهبي بالشكل ده، ونسيبها تختمر شوية قبل ما نسخن الفرن، ونحطها لغاية لما الوش يبقى لونه ذهبي. يبقى احنا عملنا ده شكل وده شكل، والخبز التوست بالطريقة دي. ممكن طبعا نزود الكمية، ندبل المعيار ونعمل كمية اكبر ونحطها بالفريزر، وقت ما نحتاجها نطلعها، ممكن نسخنها بالمايكروويف او
بالفرن اي حاجة ويستخدموها الاولاد. دلوقتي بنشوف مع بعض بعد ما استوى بالشكل ده. طبعا دول كان محتاجين صينية اكبر بس ده الشكل اللي بعد. طبعا اخر خطوة بنعملها معانا بنكون محضرين بخاخ في مية مية عادية خالص، واول ما نطلعه من الفرن بنرشه بالشكل ده. طبعا بخاخ مية عادية خالص بالشكل ده، دي بتخلي الوش يفضل زي ما هو طري وجيلنا بالشكل ده. بس نسيبها تبرد وبعدين نقطعه وهنشوفها مع بعض. طبعا بعد ما طلع معانا الخبز بالشكل ده very very soft، لو تخيلتوا الطراوة طبعا ده من جوه بالشكل ده، شايفين ازاي ناعم. طبعا ده التوست بالشكل ده. هو طبعا التوست الافضل انه يتقطع لما يبرد، بس احنا يعني شايفين الطراوة